نعم، بهذا البيان وبهذه الكلمات وقع الدبيبة في الفخ الكبير، بل وقع الدبيبة في بداية نهاية الثقة فيه. فبهذه الكلمات الدبيبة يضرب بعرض الحائط مخرجات جنيف وكذلك مخرجات برلين وكذلك اجتماع اللجنة، ليست باللجنة الاستشارية كما صرح شحمة، بل هي باللجنة الأساسية والرئيسية التي تم الاتفاق عليها وتحديدها، لجنة 5+5. كل النصوص وكل البيانات وكل المخرجات السياسية والعسكرية اتفق الجميع على وجوب نهاية هذه الاتفاقية التي أبرمت من قبل حكومة اليفاق مع تركيا، وكذلك كل الاتفاقيات وكل البنود نصت على وجوب خروج المرتزقة الأتراك وكذلك المرتزقة السوريين وأنهاء هذه الاتفاقية. بهذه الجملة وبهذه الكلمات التي صرح بها دبيبة لعله وقع في الفخ الكبير جدا، والعودة إلى نقطة الصفر أو العودة لنقطة اللا بداية. فوجود تركيا على الطاولة الليبية هو بداية العودة إلى النقطة الأساسية أو بداية العودة إلى أن لن يكون هناك اتفاق مع وجود الأتراك ومع وجود هذه الاتفاقية. طيب، هل يعكس هذا الخطاب للدبيبة بأن كان هناك شيء متفق عليه أثناء ملتقى الحوار أو عدم نزاهة الانتخابات أنذاك؟ نعم، كانت هناك بنود أساسية وكانت هناك بنود رئيسية وكانت هناك أيضا نقاط مهمة جدا تنص على هذه الحكومة. من أساسيات هذه الحكومة، النقاط الأساسية جدا على هذه الحكومة، أن يكون هناك اتفاق شامل وكامل على إنهاء المظاهر المسلحة، وأيضا إخراج كافة المرتزقة الأتراك والسوريين، وأيضا هناك إلغاء الاتفاقية. هذه الاتفاقية التي اتفق الليبيون جميعا اليوم على أنها أدخلت ليبيا في مفق مظلم. القيادة العامة للقوات المسلحة التزمت من بداية العودة أو بداية انسحاب القوات المسلحة وإعادة تمركزها في شرق مصراتة وكذلك في محاور الجفرة، كان هناك الاتفاق مكمل. ولكن بهذه النية التي أظهرت بيبة تبين أن لن يكون هناك اتفاق مقبل مع هذه الكلمات، مع هذه التصريحات التي شابها العديد من التكهنات والعديد أيضا من التوقعات والاستنتاجات. أستاذ محمد، سأبقى معك في نقطة منح الثقة والاتفاقيات تحديدا. نتساءل كيف سيتم توحيد المؤسسة العسكرية اليوم مع هذه الدعوات لتوحيدها من قبل المنفي وأيضا تأكيدات من قبل المحجوب بضرورة توحيد المؤسسة العسكرية؟ ما مصير هذه الاتفاقيات وما مصير القواعد العسكرية التركية المتواجدة على الأراضي الليبية اليوم؟ سيدتي الفاضلة، قلتها معكم أنتم مع غيركم ولألف مرة، طالما أن الطاولة لن تكون طاولة ليبيا بحتة فلن يكون هناك اتفاق. عندما نتحدث على توحيد المؤسسة العسكرية، هل توجد مؤسسة عسكرية في المنطقة الغربية؟ نحن نتحدث على أكثر من 270 ميليشيا داخل مدينة مصراتة فقط. ميليشيا بمعنى الكلمة، لا تنطوي إلا تحت رئاسة الأركان ولا تنطوي تحت مسميات الجيش الليبي ولا أي شيء، ناهيك عن الميليشيات الموجودة داخل عاصمة طرابلس وإلى آخره. توحيد المؤسسة العسكرية يجب أن يكون هناك انضباط، يجب أن يكون هناك رجوع إلى نواة الجيش الليبي المتمثل في القيادة العامة للقوات المسلحة، هنا تنطلق حسن النية. أما ما صرح به سيدة دبيبة، فنحن إلى الآن كان هناك أمال بنيت على هذه الحكومة، كانت هناك توقعات بنيت على هذه الحكومة، ولكن هنا تساؤل، هل سيكون هناك منح ثقة لحكومة نصت على نقطة الصفر ونصت على احتمالية وجود المرتزقة الأتراك وكذلك السوريين؟ فلا أعتقد أن سيكون هناك اتفاق، بل أجزم أن لن تكون هناك منح ثقة لحكومة، صرح سيدها دبيبة ورئيس دبيبة بهذه الكلمات. فالجميع اليوم تجهم بل تكهن بوجوب إعادة ترتيب هذه الحكومة. طيب، كما تعلم أستاذ محمد، تم تمديد مهلة انقضاء أو مهلة إخراج المرتزقة التابعين للنظام التركي من الأراضي الليبية. نتساءل عن مصير هؤلاء المرتزقة، تقول بأن الحل يجب أن يكون ليبي ليبي، في حال تم هذا الحل ما مصير هؤلاء المرتزقة؟ هل سيتم دمجهم مع الجيش وماذا يمكن أن يكون شكل الانضمام؟ وما الضامن بأن لا يعبروا هؤلاء عن ولائهم للنظام التركي مجددا؟ من سابع المستحيلات أن يتم دمج هؤلاء المرتزقة أو حتى مجرد التفكير بدمجهم داخل المؤسسة العسكرية. هذه الكلمة وحدها لعلها تكون حقل من الألغام، لعلها تكون بداية نشوب حرب لن تهدأ.
لمجرد التفكير فقط بهذه الفكرة. يعني نتحدث فقط يوم أمس هبوط 4 طائرات. لماذا إذن يتم التحدث الشحن؟ لماذا باختصار لماذا يتم التحدث عن توحيد المؤسسات العسكرية ضرورة الآن؟ الآن نتحدث على توحيد المؤسسات العسكرية لأن الآن يجب أن يتم إخراجهم. لن يتم دمج ما لم يكن هناك عودة إلى ترتيب صفوف المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية لا توجد مؤسسة عسكرية في المنطقة الغربية، وأؤكد على هذا الكلام أنا مسؤول عليه شخصيا، لا توجد مؤسسة عسكرية في المنطقة الغربية. عندما نتحدث على توحيد يعني إعادة ترتيب ما تسمى بالميليشيات، بل ووجوب انطوائها تحت المؤسسة العسكرية من أراد أن ينطوي، ومن أراد أن لا ينطوي حسب الغوغاء الذي عاشوا فيها من سنة 2011. ونحن نتحدث على حكومة الميليشيات تتلوها ميليشيات، بل هم من فرضوا سلطتهم ولن ينطوا. ونحن نرى الآن هناك وجوب نشوب فكرة بابابية على قبول هذه الميليشيات الانطواء، بل والتفكير حتى مجرد تفكير العودة إلى المؤسسة العسكرية. أشكرك جزيل الشكر ضيفي من مدينة سيرتا الأستاذ محمد الطرهوني الإعلامي والمحلل السياسي، شكرا لك.